السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 1 نوفمبر 2023، وهو اليوم المحدد لإعلان الفيدرالي الأمريكي عن قرارات الفائدة وبيان الفائدة، بالإضافة للمؤتمر الصحفي لجيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي. من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة عند 5.5 نقطة مئوية كما كان متوقعا سابقا، وذلك مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم واقترابها نوعا ما الى الهدف المحدد لها، بالاضافه الى تفضيل الفيدرالي الامريكي التمهل ومراقبه المزيد من البيانات قبل التسرع في الاستمرار في رفع معدلات الفائده، والتي تضر بدورها بمعدل النمو الاقتصادي. يعني لم تصدر بيانات كافيه لتغيير التوقعات الاقتصادية، ولكن الاحتمال الأقرب هو أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتقليص حجم خفض معدل الفائدة في عام 2024. هذا سيناريو ضعيف ولكنه مطروح على الطاولة، ولذلك الاجتماع الحالي قد لا نشهد يعني تغيرات جذرية في بيان أو توقعات الاقتصادية كما كان متوقع أو كما حدث في خلال الاجتماع الماضي، وبالتالي يعني ستظل النظرة الشرائية قائمة، ولكن قد نشهد ارتفاعات حادة للدولار الأمريكي كما شهدنا بعد الاجتماع السابق، ولكن نبقي على النظرة الشرائية للدولار الأمريكي لأن الفيدرالي قد يؤكد على الاستمرار في التأكيد على أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة حتى يتم تحقيق هدف التضخم ووصوله إلى 2%، وبالتالي الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة والإطاحة بخيار رفع أو خفض الفائدة عفوا في عام 2024 سيكون ذو تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي خلال الشهور المقبلة وخلال عام 2024. وفي الاجتماع المترقب في شهر ديسمبر سنراقب ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سينوي بشكل جاد خفض الفائدة، والذي ستكون إشارة لبيع الدولار الأمريكي في عام 2024، وبالتالي يعني التلميح سيكون أو التركيز سيكون على ما إذا كان الفيدرال الأمريكي ينوي بالفعل خفض الفائدة أم أنه سيفضل الإبقاء على المعدلات الحالية لفترة طويلة من الوقت، والذي سيدفع الدولار الأمريكي للمزيد من الارتفاع. من الناحية الفنية كما نلاحظ استقرار مؤشر الدولار داخل نطاق تداول عرضي ما بين مستويات 105.40 ومستويات 107.7 و30، ومن المتوقع أن نشهد إعادة اختبار الحد العلوي لنطاق التداول العرضي قبل التصحيح مجددا والعودة للحد السفلي. ستظل تلك النظرة الحيادية قائمة في انتظار اختراق الحد العلوي والذي قد يدفع الدولار الأمريكي إلى المستويات 108. فشل الدولار الأمريكي في اختراق مستويات 107.35 سيدفعه للتراجع مرة أخرى والاستمرار في التداول العرضي. وبالتالي بالنسبة لتداولات اليورو دولار، في حال فشل الدولار في اختراق نطاق التداول العرضي سيكون هذا السيناريو المتوقع لليورو دولار، وهو انخفاض ثم ارتفاع من جديد. أيضا اليورو دولار يتبنى نظرة حيادية على المدى القصير أو خلال تداولات الأسبوع الحالي. في حال كسر مستويات 1.0520 من المتوقع أن نشهد تراجعات لليورو دولار إلى المستويات 450 خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، نلاحظ أن الزوج يكون لور هايس أو قمم هابطة في كل مرة، ولذلك يزيد من احتمالات كسر مستوى الدعم 1.20. انتظار كسر هذا المستوى سيعني الدخول من جديد لاستهداف مستويات 1.18 ولا شراء للاسترليني دولار إلا في حال اختراق المتوسط المتحرك 200 على إطار الزمن 4 ساعات واستقرار التداول أعلى هذا المتوسط، حيث نلاحظ أن الاسترليني دولار لم يتداول أعلى المتوسط المتحرك منذ 1 أغسطس عام 2023، وبالتالي اختراق هذا المتوسط سيعني النظرة الشرائية، ولذلك يجب الترقب قبل الشراء من هذا المستوى. وانتقالا إلى تداولات الدولار ين، يلاحظ يعني إعادة اختبار الدولار ين المستوى المقاومة 151.25. هذا المستوى لم يزوره الدولار ين منذ 17 أكتوبر عام 2022،
ولذلك يجب مراقبة الإطار الزمني الأسبوعي، وفي حال ظهور شموع بيعية على هذا الإطار سيعني ذلك هبوط الزوج الدولار ين إلى مستويات 145. أما في حال استمر الزوج في تكوين شموع شرائية على الإطار الزمني الأسبوعي فقد يعني ذلك استمرار الارتفاع إلى مستويات 155، ولكن هذا سيناريو مستبعد في الوقت الحالي، ولذلك ستكون إشارة البيع بتكوين شموع بيعية على الإطار الزمني الأسبوعي. وبالنسبة لتداولات الداو جونز أيضا التصحيح الحالي قد يواجه مقاومة قوية أو عنيفة جدا عند مستويات 61 في الفيبوناتشي أو مستويات 50% في الفيبوناتشي، قرب مستويات 33253. يفضل انتظار المؤشر قرابة هذه المستويات وانتظار إشارات انعكاسية للبيع من جديد. وأما بالنسبة لتداولات الذهب رغم من كسر القناة السعرية الصاعدة على إطار الزمن 4 ساعات، إلا أن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 وهي مستويات 1975 توفر دعم قوي مهم جدا، خصوصا مع ظهور شمعة انعكاسية على إطار الزمن 4 ساعات، مما يدعم الصعود من المستويات الحالية لإعادة اختبار الحد السفلي المكسور للقناة السعرية قرابة مستويات 2000 دولار الأونصة. وبطبيعة الحال في هذه الأوقات من المتوقع أن نشهد استمرار لارتفاع أسعار الذهب للقمم المتكونة سابقا وهي مستويات 2075 دولار للأونصة. وأخيرا بالنسبة لأسعار النفط، أشارت الإدارة الأمريكية أنها تنوي زيادة ملء مخزوناتها النفطية، ولكن شراء النفط من عند مستوى 79 دولار للبرميل، ولذلك مستويات 79 دولار للبرميل ستكون مستويات جيدة جدا لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل. يجب انتظار اختبار هذه المستويات للدخول الشراء في حال تكون قاع هذا الأسبوع. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق.